السلام عليكم. قبل ما تبدا لا فيديو، نتمنى انكم ديروا سبسكرايب اللي تبان لكم بالاحمر وتضغطوا على الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. هذا لا فيديو نخليكم مع رحله لأوكيمدن، تقريبا من مراكش لأوكيمدن شي 80 كيلومتر، ساعتين تقريبا ديال الطريق على كتف الطوموبيل. نخليكم مع المناظر الخلابه ونتمنى هادشي يعجبكم بزاف.